السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسوق مليء بسيارات SUV الجديدة عم تطرحها الشركات كل يوم. خلينا اليوم نغير شوي ونتكلم عن الأوبل إنسيجنيا جراند سبورت، سيارة السيدان اللي بصراحة شكلها روعة من الخارج، واللي عم ببلغ ثمنها هون بأسواقنا بالإمارات 129,900 درهم. هذا الجيل بالتحديد انطلق عالميا عام 2017، هو أخيرا عم بيوصلنا لأسواقنا هون بدولة الإمارات. فيلا خليني أبدأ التجربة وأعرفكم على كل شيء عم تقدمه الإنسيجنيا بهذا السعر. المحرك اللي عم بيعطي القوة للأوبل إنسيجنيا هو محرك 4 سلندر 2 لتر توربو عم بيولد 200 حصان و350 نيوتن متر من العزم، وبصراحة هو محرك مناسب جدا لهيك سيارة، فعم بيعطينا قوة رائعة جدا بهاي السيارة، وتسارع كمان بقدر أقول عنه إنه ممتاز. الشيء المميز فيه كمان إنه خلافا عن كتير من محركات التوربو اللي بسوقهم هالأيام، ما بتحس فيه أي توربولاج ملحوظ بالسيارة، فهذا العزم اللي عم بيكون 350 نيوتن متر واللي هو بعتبره كمان كتير يمكن على سيارة بهاي الفئة، فهذا شيء روعة. بنحصل عليه على دورات محرك كمان مناسبة جدا، ما بتخليك تحس بأي تباطؤ أو توربولاج أو تأخير بالقوة اللي أنت عم تطلبها من السيارة، وبقدر أقول إنه تسارع الأوبل إنسيجنيا كمان ممتاز جدا لسيارة بهاي الفئة. هاي الأرقام القوي والعزم عم تندفع للعجلات الأمامية بالأوبل إنسيجنيا عن طريق جير بوكس أوتوماتيكي من 9 سرعات. بصراحة كمان انتقاله بين السرعات سلس جدا، ما بتحس فيه أبدا، خاصة لما تكون عم تقود السيارة كمان بهدوء أو لما تطلب القوة من السيارة، وهذا شيء مميز. يعني بتمنى لو انهم كمان ضافوا لنا بادل شيفترز خلف المقود، لانه بصراحه يعني من ميزات الاوبل إنسيجنيا بقيادتها انه وضعيات القياده الثلاثه اللي هم التور ونورمال بالسبورت، بصراحه بتحس فيهم بفرق مباشرة بالسيارة. يعني هلأ حطيت السيارة بوضع سبورت وفورا بحس بأنه مقود القيادة صار أتقل، حساسية دواسة الوقود تغيرت، وكمان طريقة تعيير الجير تغير لحتى تعطيني التسارع اللي بحتاجه بوضع سبورت، لحتى كمان تعطيني قيادة فيها عن جد حسيت فيها متعة بقيادة الأوبل إنسيجنيا وتسارع. بقدر أقول أجن ممتاز جدا لسيارة بهاي الفئة. يعني بحب سيارات السيدان، يعني هلأ صار معظم السيارات اللي عم نختبرها لكم هي سيارات SUV، SUV جديدة، SUV اللي بعدها، يعني اشتقنا نسوق سيارات سيدان بهذا الحجم اللي كمان بتركز إنه فيها شوية طابع رياضي بالقيادة وشوية متعة كمان بقيادة السيارة. يعني في سيارات تانية كتير فيها وضعيات القيادة بتغير لك شكل لوحة العدادات وبصير اللون أحمر وما بعرف شو، ولكن ما بتحس أنت عن جد إنه في اختلاف كبير بين وضعيات القيادة. هون بالأوبل الشاشة عم بتضل نفسها، ولكن فوراً أنت بمجرد ما تغير وضعية القيادة للسبورت بتحس إنه السيارة هيك فاقت وصارت نشطة، وبتحس عن جد بمتعة بقيادتها. بالنسبة طبعا لسيارة سيدان، هي المفروض كمان سيارة سيدان عائلية، يعني فعلا الشغل اللي اشتغلوه مهندسين أوبل على هاي النقطة بالتحديد هو برأيي شغل ممتاز جدا. هلا خليني أرجع وضع تور أكلمكم شوي كمان على عزل الصوت داخل المقصورة. عدا عن صوت المحرك لما تضغط عليه، بصراحة عزل الصوت داخل المقصورة بقدر أقول عنه جيد جدا، فهون في هدوء كبير داخل المقصورة، خاصة لما تكون عم تستخدم السيارة بوضع القيادة تور أو نورمال، فأنت لما تكون عم تمشي فيها داخل المدينة أو على الطرقات السريعة عزل الصوت جيد جدا. مثل ما قلت لكم تعيير سسبنشن السيارة كمان مناسب جدا، انه يعطيك هاي المتعة اللي تكلمت عنها بالقيادة، وكمان بنفس الوقت يخفي لك معظم المطبات اللي بتصادفها على الطريق. من ملاحظاتي على قيادة الأوبل إنسيجنيا هي دواسة البريك. دواسة البريك الترافل او المسافة اللي بتقدر انت تحركها فيها ما بتتعدى 3 سنتي يمكن او 2.5 سنتي،
فبمجرد ما انت تضغط عليها بتحس كأنك حصلت على 100% من قوة الفرامل. وهذا الشيء يعني هو ما بقول عنه انه سيء او سلبي بالسيارة، ولكن بمجرد ما تبلش تقودها بدك يمكن وقت لتتعود عليه وتصير تعرف انه ما في عندك مسافة كبيرة لحتى تحرك فيها دواسة الوقود، وتصير تلمسها لمس لحتى تقدر تحصل على الفرامل. انا قلت دواسة الوقود، دواسة الفرامل او البريك، لحتى تصير انت كمان تتحكم بالقوة اللي عم تحصل عليه، لانه مثل ما قلت لكم شوف فورا بمجرد ما ضغطت عليها حصلت على 100% من قوة الفرامل. ولكن هذا الشيء يعني بتتعود عليه بعد فترة من قيادة السيارة. ممكن كمان أذكر كميزات بقيادة الأوبل إنسيجنيا، إنه بصراحة أنت كسائق بتقعد بمكان مريح جدا، واسع جدا، حتى الرؤية للخارج كمان ممتازة جدا حتى من النافذة الخلفية، مع إنه السيارة عم تحصل على ميلان كبير بالخلف بسبب الفاست باك ديزاين. المكان هون كله موجه نحو السائق. وهلأ خليني أصف السيارة وأكلمكم أكثر على المقصورة وعلى التجهيزات اللي عم نحصل عليها بالأوبل إنسيجنيا اللي عم ببلغ ثمنها مثل ما قلت لكم 129,900 درهم إماراتي. هون بداخل الإنسيجنيا خليني أبدأ بالمقاعد. فمقاعد الجلد اللي عم تيجي مع تحكم كهربائي بالكامل للسائق، عم تحصل على تدفئة وتبريد وخاصية مساج، وهي كمان عم تحصل على علامة AGR، وهي شهادة تحصل عليها المقاعد من حملة للحفاظ على سلامة ظهر السائق أو الركاب داخل السيارة. وبصراحة مع كل هذا التحكم بوضعيات مختلفة للمقعد، المقعد كسائق عم بيعطيني وضعية مريحة جدا بالقيادة، وبقدر بالفعل أحصل على راحة كاملة وأنا عم بقود السيارة. فعلا مقاعد مميزة جدا داخل الإنسيجنيا. من ناحية تصميم المقصورة عجبني فيها شغلتين مباشرة. أولا كيف إنها مينيمال جدا، ولكن بنفس الوقت عم تحصل أنت كسائق على أزرار كافية لحتى تسهل لك استخدام هاي المقصورة. وكمان فيها طابع رياضي، فهي كل شيء داخلها موجه نحو السائق، وعم نحصل كمان على المقود الرياضي هاد، فهذا كمان عم بتماشى مع الطابع الرياضي للسيارة من الخارج، ولح أشرح لكم إياه لما أتكلم عن تصميم السيارة أكثر لما نتحرك لخارج السيارة. من ناحية نوعية المواد مثل ما انتم شايفين احنا عم نحصل على لون تاني لجلد على المقاعد، هذا اللون نفسه مدخل على الابواب. في عنا بلاستيك بلون البيانو الاسود موجود بالكونسول الوسطي، وكمان في عنا تدخيل بلاستيك على شكل الكاربون فايبر موجود هون باعلى التابلو اسفل الشاشة، وكمان موجود على الابواب. البلاستيك الخفيف هو موجود بالسيارة، وهذا شيء متوقع بهاي الفئة السعرية، ولكنه موجود باماكن بعيدة عنك لما تكون عم تتحرك وبتتحكم بأشياء مختلفة بالسيارة. هون بالخلف خليني اولا اذكر كيف انه لسه عندنا في تدخيل هذا الشكل الكاربون فايبر على الابواب، والجلد كمان باللون البيج موجود على الابواب. المساحه هون ممتازه جدا قدامي، ولكن تصميم السياره من الخارج هو فاست باك ديزاين، شوي اثر على المسافه فوقي، ولكن بقدر اقول انه انا قاعد هون كمان براحه كافية. الركاب هون بالخلف عم بيحصلوا على فتحات للتكييف، في عندنا كمان تدفئة للمقاعد الخلفية، ما بعرف مين بحتاج تدفئة هون بمنطقتنا ولكن هن موجودين. وكمان في عندنا فتحتين USB لشحن الموبايل للركاب بالخلف، وأكيد كاب هولدرز موجودين بمسند الإيدين. من ناحية التجهيزات عم نحصل على تجهيزات كافية داخل الإنسيجنيا. بذكر منهم شاشة كبيرة بمنتصف لوحة العدادات عليها عداد السرعة ومعلومات مختلفة، عندنا شاشة لمس لنظام الترفيه بقياس 8 إنش، يمكن تكون صغيرة شوي مقارنة هلأ بالسيارات الثانية، ولكن حبيت كتير كيف انه دمجوا تصميمها داخل تصميم المقصورة، وبنفس الوقت طريقة عرض المعلومات عليها هي واضحة جدا وسهلة الاستخدام كمان كتير. نحصل فيها على طبعا دعم لأبل كار بلاي، أندرويد أوتو، اتصال بلوتوث، وفيها نافيجيشن مدمج. نظام الكلايمت كنترول اللي موجود بالأوبل إنسيجنيا هو ثنائي المناطق، وكمان عم نحصل هون بصندوق الكونسول الوسطي على شاحن لاسلكي للموبايل. حبيت كتير انه هو عبارة عن مكان مخصص لحتى يثبت موبايلك ويشحنه بنفس الوقت، لحتى ما تخاف انت وعم تقود السيارة انه موبايلك يكون عم بتحرك او بيروح يمين ويسار ويتحرك بعيد عن منطقة الشحن ويوقف شحنه أبدا.
كمل هاي التجهيزات مع فتحة سقف صغيرة وكمان أنظمة مساعدة على القيادة كتير، منها تنبيه بأي اصطدام محتمل حتى لو كان في مشاة أمام السيارة، السيارة بتحس فيهم وبتنبهك على هيك. في عنا هيدز أب ديسبلاي تنبيهك بالنقطة العمياء، في عنا كمان أدابتيف كروز كنترول وسبيد ليميتر وخاصية إرجاع السيارة إلى المسار. التصميم الخارجي ممكن يكون من أقوى مميزات الأوبل إنسيجنيا، فهيك سيارة سيدان بصراحة عم تعطي تصميم رائع، تصميم رياضي جدا، عم بيوضحه الخطوط اللي عم تبدأ بالخلف وعم تكون من حنية للأسفل لحتى توضح قديه مقدمة السيارة منخفضة، مع الشبك الأمامي اللي عم لاحظ أنه منخفض جدا، والإضاءة اللي عم تاخد شكل كمان جميل جدا مع تدخيلهم لإضاءة نهارية بشكل مميز. وهاي الحزمة من الإضاءة هي حزمة إضاءة LED بتضيء لمسافة 400 متر بعيدة عن السيارة. كمان عم نحصل على كشافات ضباب مع تدخيل لهذا الخط الكروم الصغير اللي كمان عم بضيف لتصميم السيارة الرائع من الخارج. جنوط السيارة على الإنسيجنيا جراند سبورت هم بقياس 17 انش، وحبيت حركة صغيرة على الجانب كيف هم اختاروا يضيفوا خط الكروم هذا بس بأعلى النوافذ مش كإطار محيط فيهم، وهذا عم ضيف للطابع التصميم الرياضي والجمالي للسيارة. من الخلف عم تحصل إنسيجنيا على تصميم فاست باك ديزاين مع خطوط واضحة كمان هون بالخلف اللي عم تضيف للتصميم الجميل بصراحة لهاي السيارة. والصندوق الخلفي بيفتح بضغطك على شعار أوبل هون بالأسفل لحتى يوصلك لسعة 490 لتر للصندوق، وبما أنه التصميم هو فاست باك ديزاين فالزجاج الخلفي بيفتح مع غطى الصندوق ليسهل لك الوصول لمساحة التخزين هون بالخلف. بسعر 129,900 درهم الأوبل إنسيجنيا جراند سبورت بصراحة متقدم سيارة سيدان بتصميم رائع، تجهيزات كافية وبعض المتعة بالقيادة، ولكنها بأسواقنا عم تتنافس بهاي الفئة السعرية مع سيارات سيدان معروفة أكثر مثل الهوندا أكورد والمازدا 6، وممكن أذكر من أوروبا كمان البيجو 508. هلأ بدي أوجه سؤال لكم، هل بتحسوا أنه حالياً خلص مضى عصر سيارات السيدان وبتفضلوا تشتروا بهذا السعر سيارة SUV من السوق؟ جاوبوني بتعليقاتكم أسفل الفيديو، وأرجو أن تكون عجبتكم التجربة، وبشوفكم تجارب قادمة إن شاء الله، ومع السلامة.